ثمان دول من أصل 16 أخرى أكدت حضورها إلى قمة بغداد المقررة إجراؤها في نهاية شهر آب الحالي، القمة التي ستجري اجتماعاتها في القصر الحكومي وعلى مدار يومين إلى 3 أيام، ستبحث كل الخلافات بين دول المنطقة وتحاول إيجاد تفاهمات لكل التقاطعات بين هذه الدول، كما ستتطرق أيضا للانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتبعاته على المنطقة. وفي ظل الموافقات الثمانية، لا زالت حكومة الكاظم تنتظر ردود إجابات من كل الدول المدعوة للقاء. منذ مدة قصيرة بدأت الحكومة العراقية بإرسال دعوات المشاركة إلى رؤساء دول جوار العراق وبعض الدول الإقليمية والدولية للحضور والمشاركة في مؤتمر أو قمة بغداد. وبحسب مصدر في الخارجية العراقية قال لوان نيوز إن الأردن ومصر وإيران وتركيا إضافة إلى السعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكدوا حضورهم إلى الاجتماع الإقليمي. التمثيل الدبلوماسي لهذه الدول سيكون على مستوى عال باستثناء السعودية التي ستكتفي بإرسال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان إضافة لوفد من الخارجية السعودية. المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد مخرجات لكل الخلافات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة سيبحث أيضا عن حلول لتلك المشكلات عبر لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية تجمع الدول المتصارعة والمختلفة، كما سيكون هناك لقاءات ثنائية وثلاثية ستجمع كل من أمريكا وإيران والسعودية على طاولة واحدة لمناقشة خلافاتهم. وكذلك ستجمع العراق مع تركيا للتباحث والتفاوض بشأن الكثير من الملفات الحدودية وغيرها. وأيضا سيكون هناك لقاء بين مصر وتركيا لتدارك خلافاتهما السياسية والدبلوماسية. ومن باب آخر، لم تبخل حكومة الكاظمي في إرسال دعوات جديدة إذ شملت عددا من الدول غير المجاورة للعراق ولكن لها ثقلها في المستوى الإقليمي من بينها قطر وألمانيا إضافة إلى هولندا وأستراليا وغيرها من الدول.